مشاهدينا في الكابسول ديالكم واش فراسك. اليوم من خلال الكابسول ديالكم غادي نقدموا لكم بعض الطرق اللي من شأنها ترفع من طاقتكم الإيجابية. من بين الطرق باش ترفع من طاقتك الإيجابية هي الابتسامة، لأنها كتمنح وكتعطي الحب والمودة. اللعب مع الأطفال ومداعبتهم، لأن أرواحهم البريئة والطاهرة كتعطي شحنات إيجابية مستمرة اللي كتبعث السعادة والمرح. الرضا بقضاء الله وقدره والتفاؤل بالخير، هذا الأمر كيبعث في الفرد طاقة إيجابية وكيجلب الخير ليها. الجلوس في الأماكن الهادئة والابتعاد عن كل ما يسبب الانزعاج والضيق، تطهير القلب والمسامحة، هادشي كيساعد أيضا على تعزيز الطاقة الإيجابية. التأمل في الطبيعة الخلابة والذهاب إلى البحر والجلوس على الشاطئ، هادشي كيبعث في النفس الراحة وكيصفي الذهن من جميع الأفكار السلبية وكيعزز الطاقة الإيجابية. ممارسة الرياضة أيضا بشكل منتظم ومستمر كيعمل على تجديد طاقة الجسم والتخلص من الشعور بالاكتئاب والقلق وطرد الأفكار السلبية. وأخيرا شرب الماء الكافي، بحيث ينصح بشرب الماء يوميا من 8 إلى 10 أكواب، لأنه كيساعد على الشعور بحيوية وكيعزز الطاقة الإيجابية لدى الفرد وضروري لصحة الجسم. هذا مشاهدينا، كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من لاكابسول ديالكم واش راسك. كنضرب لكم موعد حلقة جديدة مع موضوع جديد. إلى اللقاء.